ميكي ويومية هي من مسؤولية مجلس النواب طبعا بالتشارك مع البيت الأبيض في الدائرة التنفيذية. الشيوخ يتحدث عن المعاهدات والاتفاقات والتعيين في المناصب الكبرى والعسكريين وأيضا الاتفاقات الدولية وغير ذلك. من وجهة نظرك دكتور، كيف سيترجم الحزبان نتائج هذه الانتخابات في الفترة القادمة، وتحدث هنا عن الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية القادمة؟ كما ذكرت لك في البداية، يعني كنا نظن حتى جورج فريدمان وهو أحد كبار استراتيجيين في العالم كان يظن ويقول دائما بأن الرئيس دونالد ترامب لن يستطيع تغيير السياسة الخارجية الأمريكية، وهذه السردية يكررها كثير من المحللين بأن تغير الديمقراطيين تغير الجمهوريين لن يتغير كثير. لكن يعني حتى أنا كنت أقول هذا الكلام، لكن بالمتابعة الرئيس له دور محوري في النظام الأمريكي، خاصة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة رئاسية. نعم، فبالتالي أصبح القدرة على الحد من جموح دونالد ترامب وخطواته المفاجئة التي عادة ما أصابت حتى السوق العالمي النمو الاقتصاد العالمي بصدمات كثيرة. لذلك الآن الخطورة في قضية يعني مع وجود هذا التقسيم بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكن في الواقع هي شبكة علاقات، لا يمكن أن يكون مجلس الشيوخ بمعزل عن علاقة بمجلس النواب، لأن سيكون هناك ابتزاز ويكون هناك أخذ ورد ومحاولة للتعامل مع كل الملفات كمنظومة واحدة. لذلك حتى فكرة الفصل بين السلطات وهذه ممكن في الإطار النظري صحيح، ولكن في الإطار العملي الأمور متشابكة. بالتالي الآن عندما يسيطر الجمهوريون على البرلمان سيكون أمامهم ميزانيات مهامة جدا لوزارة الدفاع وللجيش الأمريكي وللبنتاغون ولكل التحركات الخارجية، فستؤثر في هذا الأمر، خاصة إذا كان هناك نية مسبقة للصدام، نية مسبقة للحد. وهي تبدو واضحة حتى الآن بالمناسبة، في نظري أنها واضحة. تحدثنا عن تصريحات نانسي بلوسي، أنت تحدثت أيضا عن بعض النبرات المتصاعدة في هذه الفترة بين يعني جموع الشعب الأمريكي. أنت تتحدث قبل الوصول إلى السياسة، تتحدث عن بلد حكمت بحزب لمدة 8 سنوات، وتتحدث عن رئيس تدور حوله كثير من الشبه في قضية وصوله للرئاسة، وهناك قضايا مرفوعة. فبالتالي بطبيعة الأحوال بطبيعة الحال سيكون الحزب اللي موجود الآن في البرلمان سيحاول أن يحد من سلوك الرئيس دونالد ترامب. فأظن أن السياسة ستختلف، سيحاول الحزبان أن يصل إلى نقطة وسط حيكون هناك فعلا فيه توازن، ما يعرف بالتشيك بالانس. الآن أصبح فيه فعلا تشيك بالانس، طرف يحاول أن يقدم مشاريع قوانين والطرف الآخر يحاول أن يحد من هذه القوانين، طرف يطمح للحصول على ميزانيات وطرف آخر يرفض إعطاء هذه الميزانيات. كذلك الآن في الشرق الأوسط سيكون هناك مراجعة لسياسات ترامب التي بنيت على العلاقات الشخصية، لأن أحد النظريات الهامة في العلاقات الدولية الآن أصبحت شائعة أكثر، وكتب عنها أكثر من كاتب، وهي نظرية الشبكة، بأن هذه المؤسسات نظرية الشبكة. نحن لا نتحدث عن مجلس الشيوخ مجلس النواب ونتحدث وكأن هذا الأمر واقع، الواقع هو مجموعة علاقات بين المصرف المركزي، بين المتنفذين في السلطة، بين كبار الشركات، وبين مجموع شركات منتشرة عبر العاملة ومستثمرين، وبين حكام في الشرق الأوسط يعرفون هذه اللعبة، يعطون بأموالهم لهذه الشركات مقابل بقائهم إلى السلطة. هذه المعادلة لعب عليها الرئيس دونالد ترامب بشكل واضح، لذلك كتبت أحد المهتمين سوبر هاب اللي هم الكتلة العالمية القادرة على السيطرة في هذا العالم بهذه الشبكة. حتى يقال بأنها هي شبكة التي العلاقات. صنعت ظاهرة ترامب. الآن هذه الشبكة ستخف لأن هناك برلمان يرغب في قطع هذه الشبكة، خاصة مع السعودية، خاصة في قضية اغتيال الشهيد جمال خاشقجي. طيب، سيكون هناك تأثير كبير وهذا سيؤثر كثيرا على سنتعرض إليه بشكل واضح في المحور الثاني. ولكن قبل ذلك دكتور دعني يعني أسأل بشكل مباشر، هل سيواجه ترامب معارضة حقيقية وهل ستتم محاسبته بشكل واضح كما يتم التحدث؟ هل سيتم عزله كما توعدت نانسي بيلوسي في وقت ما، أو على الأقل كما تحدث الأستاذ محمد أن هذه الإجراءات إجراءات طويلة وصعبة ولم تحدث حتى الآن في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، هل ستتم يعني أو هل سيتم السير في هذه الخطوات على الأقل مما يؤثر بشكل أكبر على شعبية ترامب؟
هو بالتدقيق في الأمر أظن أن التغيير لن يكون بالصورة ثورية جذرية، ولكن هناك بعض الملفات التي أخذها الرئيس دونالد ترامب بناء على علاقاته الشخصية، بناء على رؤيته البراغماتية الصرفة للعالم، وصار في ركبه الحزب الجمهوري. نعم، وصار في ركبه الحزب الجمهوري. هذه السياسات هي التي سيواجهها الديمقراطيين، إلا أن يسعى الرئيس دونالد ترامب للحصول على صفقة. لذلك الآن حيحدث توازن، لكن هذا التوازن لن يكون حول نقطة التي كنا عليها أيام ترامب. نعم، لكن لن يكون تغيير كبير في السياسات الأمريكية. في هذه النقطة بالتحديد.